باسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في مقدمه طويله على القديس بولس الرسول وربطناها بمقدمه لرساله بولس الى اهل غلطي. قلنا وحكينا على بولس كده شويه، بس اللي اهتمنا بيه بخص رساله بولس الى اهل غلطي ان كان في سنه 49 تقريبا بدات يبقى فيه هرطقه بتقول ان اي حد لازم يخش المسيحيه لازم يرجع لليهودية تاني ولازم يختتن. فبولس الرسول طبعا دي تعبته جدا في البشارة، فتعب من اليهود اللي قالوا كده، وخصوصا لما تعب منهم وبدأ يتكلم معاهم بدأ يطلعوا عليه ان هو مش رسول وان هو مش من الرسل وان هو الكلام اللي كان بيقوله ببشاركوا بيه ده كلام غلط. فبولس الرسول تعب من هذا الموضوع وراح أورشليم، وبعدين كان فيه زي مجمع وهو اول مجمع أورشليم حصل تقريبا كان سنة 49 أو سنة 50. المجمع ده كان من ضمن قراراته إن مفيش حاجة اسمه لازم اسمها كان اسمها بدء التهود، مفيش حاجة اسمه التهود، لا ممكن أي إنسان أممي عايز يخش المسيح يخش المسيح على طول من غير ما يرجع تاني لليهودية. اليهودية دي كانت عبارة عن ديانة ربنا أسسها من البداية عشان يجي منها، مجرد إنه يجي منها هي كانت رمز، فبعدين المرموز اللي جه أو الحقيقة جت فمش لازم ممكن نتعلم منها ممكن نقراها كدين يعني جاي علشان يجي منه المسيح، لكن مش معنى كده ان لازم الواحد يخش في طقوس ولازم واحد يعمل ولازم يختتن والكلام ده كله ولازم يذبح ذبايح، لا مش لازم. هي الذبايح كانت شكلها شكل المسيح شكلها بس، لكن ما دام المسيح جه خلاص. فبولس الرسول اخذ هذا القرارات وبدا يكتب لاهل غلاطيا هذا الموضوع. فاذا الرساله لاهل غلاطيا هنبص نلاقي من سماتها الرئيسية إن بولس الرسول رقم واحد بيدافع عن رسوليته إن هو رسول قانوني بتاعت الختان، إن هو مش لازم الواحد يرجع تاني يخش الديانة اليهودية عشان يروح للمسيحية. هنتكلم بقى في أول إصحاح، بيقول في أول إصحاح بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه. في أول آية بيتكلم بولس الرسول يخش كده فيهم جد، اول حاجه يقولهم انا بولس الرسول، انا اللي بكتب لكم الرساله دي. وانا ليه قلت على نفسي رسول؟ علشان هم قالوا او الهرطقه قالت او الناس اللي كانوا بيحاربوه قالوا، هم بيحاربوه ليه؟ لما كانوا زعلانين منه هو قال لا مش لازم الناس تخش اليهوديه، برغم ان هو كان يهودي. يعني المفروض هم لما قالوا الكلام ده هو المفروض هم كانوا فاكرين هو هيعجب بيهم بقى، ما هو يهودي بقى ويهودي متعصب، كان يهودي متعصب، بس قال لهم لا ما انا خلاص عرفت المسيح، ايه فايده انا ارجع تاني لليهوديه عشان اروح للمسيحيه، لا هو العماد وخلاص. فعشان كده اول كلمه قال لهم بولس رسول، بولس رسول، بولس ده مش واحد عادي، لا بولس لقبي رسول. زي ما واحد مثلا يبقى مثلا شاكك في كانوا يقولوا انا ابونا، هو ده انت متكبر؟ لا انا بقول كده دلوقتي عشان بس هو ايه الناس شاكه مش اكتر. فهنا واحد يقول ابونا ده بولس ده متكبر، ايه بولس الرسول يعني؟ ما هو رسول، هو لقب ايه؟ هو الوقت ده ما فيهوش ينفعش تواضع الوقت ده. غير كده وكده كمان ان هو قاصد يقول بولس رسول ليه؟ لان يقول للناس افهموا انا رسول. طبعا هو مش بيكتب لليهود، هو بيكتب لاهل غلاطيا، اهل غلاطيا دول كانوا من حته كده في اليونان، مقاطعه في اليونان، فدول ناس امميين، فهو عايز يثبت لهم ان هو رسول. فاول ايه كتبها بولس رسول لا من الناس، لا من الناس ولا بإنسان. يعني إيه؟ يعني بولس الرسول ده مش واحد كده أنتوا أعجبتوا بواحد شكله حلو طريقته حلوة فقلت له تعالى هنعمل لك رسول، لا ده حتى لو حد من الآباء الكهنة اتحط عليه اليد هو واحد يقول ماشي عاجبني هو ده اللي رسمك بطرك مثلا، لكن ده بولس الرسول ده بقى بالذات مين اللي دعاه؟ المسيح نفسه. فدي ما فيهاش بقى أنا يعني عاجبني ولا مش عاجبني، ده المسيح اللي دعاه. فبيقولهم لا من الناس ولا بإنسان، يعني حتى مش بإنسان، يعني مش بإنسان، يعني مفيش حد قال له تعالى يا بولس انت عاجبني عينك خضرة ولا شكلك حلو خليك رسول، لا ده ايه ده هو لا من الناس، مفيش حد من الناس عجبه ولا كان قريب حد ولا بواسطة ولا بإنسان ولا بإنسان عادي، ولكن بمين؟ بل بيسوع المسيح. شوفوا انا بيقولهم ايه؟ بل بيسوع المسيح، انا بقيت رسول وبقى رسول لا من الناس ولا بإنسان ولكن بل بيسوع المسيح. ويحب يقولون بقى كمان يكملها يقول ايه؟ والله الآب، طبعا المسيح يبقى ايه؟ الله الآب،
عايز هنا يبين تجسد المسيح من الله الآب. رقم اثنين عايز يقول المسيح ده مش أي حد كمان، ده مش إنسان عادي، ده الله الآب نفسه، ده الآب نفسه، الآب نفسه الضابط الكل. لما بتيجي سيرة الآب نحب ضابط الكل دي. ضابط الكل يعني إيه؟ يعني هو اللي يدعو مين وما يدعوش مين. إذا كان شايف في حاجة مش كويسة ما كانش يدعاني بنفسه، ولو ما كانش هو محتاجني. طبعا هنا الاحتياج الاحتياج مجازي، يعني إيه؟ ربنا مش محتاج حد، ربنا ممكن يعمل كل حاجة بنفسه، ولكن الله بحبه لينا يخضع بعض الناس اللي قلبهم حلو أو اللي محتاج لهم في الخدمة عشان يبقوا آلة أو أدوات بتاعته للخدمة. فأبونا لما أبونا يقول لأبونا مخيلي ده ربنا احتاجني، مش احتاجني أبونا من ربنا من غيره مش يقدر يعمل حاجة، لا حاشا طبعا، لكن ربنا احتاجني يعني ربنا كده كده لازم هيعين أدوات يستخدمها في الخدمة. فلما يقول ربنا احتاجني يعني قصدي أقول ربنا استخدمني كآلة للخدمة، كآلة للخدمة. زي مثلا ايه، مثلا مثلا يعني ابونا يجي مخيل في مره كده مرات، انا بديكم امثله عليا مش عشان حاجه اخطيت يعني، بس عشان ايه توصلوا لكم الفكره. لما يجي ابونا يقول لي بص يا جماعه انا عندي ايمان كامل ان باي ناس الكنيسه تمشي وباي ناس الكنيسه تتخدم، وما فيش حاجه اسمه ده ولا ده ولا ده، لا ده مش موجود، اداني بيخدم. لان ربنا بيحط قوته في ضعف الانسان. انتوا كلكم فهمتوا المنطق ده؟ خلاص ده منطقي، خلاص منطق الكنيسه، مش منطق ده منطق الكنيسه يعني. يجي واحد تاني يعمل خدمة، فقول له يا سلام يا فلان، ده انت انقذتني في الخدمة الفلانية دي، الله يا ابونا تحيرتنا، يعني ايه انقذتني؟ مش انت قلت بأي حد اخدم؟ ايوه انا قلت بأي حد اخدم، بس لما فلان عمل الخدمة دي اقول له هو فلان ده اللي ربنا بعته لي كآلة عشان نخدم صح. مش معنى كده ان انا بقوله بشكره او بقوله انت من غيرك مش هعرف الخدمة، يعني لو ما كانش موجود الخدمة مش هتعمل لك الخدمة تتعمل برضه. هي نفس الفكرة، اقول لهم ايه؟ ان المسيح يسوع هو اللي دعاني عشان ابقى رسول، فهو احتاجني، احتاجني مش من اجل احتياجه هو، ولكن من اجل احتياجكم انتوا، مش من اجل قوتي انا، لا، لكن من اجل ضعفي انا، حط قوته فيا فاحتاجني للخدمه. فبيقول لا، لا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب. ويقول ايه بقى كلمه تاني، زودها كلمه تاني جميله جدا، الذي اقامه من الاموات. مين اللي اقام؟ مين اللي اقام المسيح؟ الله الاب، الله الآب أقام نفسه، الله الآب أقام نفسه، ما مش إنسان اللي أقام المسيح، ولا بقوة إنسانية ولا بقوة بشرية، ولكن بقوة مين؟ الله نفسه. نفس الحكاية، فأنا رسول بقوة إيه؟ الله نفسه. زي ما المسيح قوم نفسه من الأموات جعلني أنا إيه؟ رسول. فدي بتدي قوة، بننقبنا سيرة القيامة بقى في قوة، قوة غير عادية. فاللي خلاني أبقى رسول هي قوة غير عادية، هي نفس القوة اللي قومت المسيح من إيه؟ من الأموات. وبعدين يقول إيه؟ وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. جميع الإخوة الذين معي، الناس اللي جايين من عند الرسل، أنا وبرنابا والناس اللي كانوا في الرسل، أنا والناس اللي كانوا في المجمع، ها؟ بيبتدي بقى لهم إيه؟ الذين معي إلى كنائس غلاطية. كان كل رسالة بولس الرسول يكتبها، لو تدرسوا كل الرسائل كده يقولك إيه؟ إلى القديسين الذين في غلاطية، إلى القديسين الذين في كورنثوس. لكن هنا ما جاب سيره القديسين ليه؟ زعلان شويه، واخد على خاطره شويه، كنايس بس، الى الكنايس بكلمهم رسمي بقى، ما فيش بقى دلت بقى المحبه. ليه بقى؟ ليه؟ ليه دي بقى تخلينا برضو، وهقول لكم برضو الموضوع اللي هيجي بعد كده مهم قوي. ليه؟ اذا بيتكلم في عقيده قديم بن، ليه؟ ما هو ساعات الكاهن لما يطلع يتكلم بطريقه نشفيه شويه، ابونا انت ناشف علينا ليه؟ اقول لك لا، دلت المحبه شيء، في محبة وكل حاجة، إلا لما نوصل لإيه؟ للهرطقة والعقيدة، خلاص بقى. فهي نفس الفكرة هنا، لك إيه؟ إلى إيه جميع الإخوة الذين إيه؟ كنائس، خلاص رسمي بقى، هتكلم رسمي، ليه رسمي؟ بس إحنا نتكلم بقى في إيه؟ في عقيدة. ففيش بقى حتة بقى إيه؟ معلش، معلش دي تنفع مع إيه؟ مع خدمة، حد ما جاش، ماشي تعدي، ماشي دلت المحبة. قديسين برضه، لكن كان بقى فيها ارتقى، بتكلم في عقيده، بتكلم في ناس عايزه تشوشر على ايماننا، لا نقف بقى، نقف بقى ايه نقطه بقى، ما ينفعش ان احنا بقى ايه ناخد وندي، ما فيهاش خدان ودي مديان دي نعمه. يخش بقى يبقى ايه بقى يكمل بقى بقيت ايه كنائس الغلاطي، فدي بقى يكمل بقى ايه طريقته بقى العاديه. نعمه لكم وسلام من الله الاب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير،
حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى الأبد أمين. ابتدينا بقى نتكلم إيه؟ نعم لكم مسابقة نفسية، نفس إيه؟ الدباجة اللي هو كان بيكتبها كل مرة. بقول معلش أنا زعلان منكم شوية، بدلة المحبة زعلان منكم شوية عشان إحنا نخش بقى في إيمان عقيدي، لكن برضو ما يمنعش إن إحنا برضو لازم نقدم سلام، نقدم نعمة ها من الله، والسلام والنعمة دي اللي عودها لنا ربنا ها، ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. شوف هنا برضو يقول إيه، يديهم برضو حتة رجاء. معلش لو غلطنا، معلش يا جماعة هنسامحكم من أجل إيه؟ فداء ربنا يسوع المسيح لينقذنا من العالم الحاضر. برضو نديهم كلمة، ينقذنا من العالم الحاضر يعني إيه؟ يعني برضو العالم الحاضر، العالم في الشهوات، العالم اللي الناس ممكن تتكلم على بعض، العالم اللي ممكن إيه الناس تاخدكم من إيمانكم الصحيح. معلش خلي بالكم يعني اللي ينقذنا هو اللي هينقذنا. يعني الكلام اللي هقوله بعد كده ده مش كلامي أنا، ده كلام ربنا، ده اتقال من روح القدس. فربنا هو اللي عايز ينقذكم قبلي أنا كمان، لو أنا بحبكم ومش عايزكم تخشوا في هرطقات، لكن كمان ربنا عايز ينقذكم من أجل محبته، ده هو فدانا، فهو مش هيسيبكم كده تهلكوا. وخصوصا كنتوا لا ليكم إيه، ما لكمش لا ناقة ولا جمل في الموضوع ده، ده هم حبة اليهود اللي جم وعايزين إيه يضحكوا عليكم بالكلام. حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى الأبد أمين. إني أتعجب، يبقى يخش بقى هنا ايه جامد بقى، اني اتعجب. لو قلت حاجه غلط قولوا لي، انا مش لابس النظاره بتاعه النظر وانا اجيبها، بس عشان ده كلامه كبير وده كلامه صغير. بس الانجيل كلامه صغير والايباد كلامه كبير، بس الكلام الكبير الايباد مش عايز يفتح. الكلمه غلط ولا حاجه؟ الجزء الفات ده يعني عارفه فمتخيل بيقول ايه. اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. شوفوا بقى لهم ايه، يعني بيضرب كف على كف. ليه؟ انا كنت عندكم وبشرتكم وتعلمتوا مني، هل معقول الانسان بالسرعه دي يغير رايه، يغير فكره، يسمع كلام اخرين؟ الانسان ضعيف، الانسان ضعيف، وخصوصاً الإيمان مش قوي، ويفرق واحد من واحد. يعني إيه الكلام ده؟ معلش أنا بفسر اللي صح ده، وأنا متأثر بموضوع معين فما تزعلوش مني، بس برضو كله للخير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو إحنا في كنيسة مثلاً من الكنائس اللي الناس تعرف إيمانها قوي والعقيدة قوية، مش هنخاف لما يجي حد يقول لهم تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا، مش هنخاف معلش. لكن لما يبقى في ناس إحنا عارفين إن هم يعني إيه الدنيا ماشيه معاهم كده يدوب كده مزعزعين، نخاف عليهم. يجي حد من بره عايز ياخدهم بحزن او سوء نيه، ما نعرفش النيات، ما احنا برضه عايزين ايه نتعلم ايه. الناس اللي كتبونا ما حسن نيه، اهو حسن نيه، معلش حسن نيه بس ممكن تضيع. ما في حسن نيه تضيع، ما في واحد ابنك انت ولا بنتك تبقى واحده صاحبتها تقول تعالي معايا المكان الفلاني بحسن نيه عايزه تنبسط، لكن لما تاخدها المكان الفلاني دي تهلك. تقول ابونا ما كانش قصده، ما كانش قصده ايه بحسن نيه، عمال يكونوا حكماء، فين الحكمة؟ أرجع وأنا تملي أقول حسن نية، أيوة هو حسن نية، لكن برضو في الحكمة لازم أن أنا أشغل قلبي وعقلي. فهنا أني أتعجب أني حاجات سريعة، يعني هو في ناس، ما في ناس كده يترددوا، فالواحد يبقى عارف شعبه فخايف على شعبه. فأنا أتعجب، طب وتتعجب ليه يا بولس؟ ما هو أنت شعبك لسه متعلم الديانة المسيحية، لسه يا دوب لسه بتشربوا لبن. في رسالة، في رسالة قال لهم، قال لهم أنتوا بتشربوا لسه اللبن، امتى بقى تاكلوا اللحم بقى؟ ما هو البيبي الصغير ده لسه ضعيف، يمشي شويه ويقع، لسه يا دوب بطنه ما تخدمش غير اللبن، امتى بقى ياكل لما يكبر؟ فنفس الحكايه ده، انت لسه مبشرهم، فما تتعجبش قوي. وانا احس بدليل ان شعبنا احنا برضو في ناس منهم قوي وفي ناس ضعاف، فكل مكان في كده. اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. الله، في ناس بقى بدات ايه تلعب بيهم، في ناس بدات تلعب بيهم. لا طبعا هنا انجيل مش قصده الانجيل، الانجيل متى مرقس يوحنا، لا قصده ايه، لان كان ساعتها الوقت ده كان في بعض الانجيل لسه ما اتكتبتش، لكن اظن الانجيل هي البشاره، كلمه انجيل يعني بشاره. فالانجيل اللي انا بشرتكم بيه، البشاره بشرتكم بيها، ها انا استعجب ان كنت وافقتوا على كلامي وكلامي كان حلو وزي الفل، وبعد كده اتغيرتوا بطريقه بسرعه لانجيل اخر، الى انجيل يعني بشاره مختلفه او بشاره اخرى ليس هو اخر. ما فيش انجيل ثاني يا جماعه، ما فيش بشارة تانية غير أنا بشرتكم بيها، غير إنه يوجد قوم ينزعونكم ويردون أن يحولوا إنجيل المسيح. في ناس بقى
قاعده بقى عماله ايه تملاكم بقى بالكلام اللي مش صح. في ناس قاعده عماله تفكر وتقول لكم يا جماعه الكلام اللي قال لكم بولس الرسول ده مش كويس، احنا قلنا لكم التعليم الصح، وعايزين يحولوا قلبكم وعقلكم الى انجيل اخر، الى بشاره اخرى. ولكن شوف بقى الكلمه دي، احنا الكلمه دي احنا حافظينها، ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناسيما. يعني ايه اناسيما؟ اناسيما يعني محروما، اناسيما يعني محروما. فبيقول ايه؟ ولكن ان بشرناكم نحن، يعني لو احنا جينا لكم تاني، هنا طبعا كنايه، حاجه بقى اكبر بقى، ده حتى لو ملاك نزل من السماء، عارفين زي ما يقول لكم ايه، ده لو ربنا نزل لك يبقى ده غلط. الله يا ابونا ده، لا لا مش قصدي كده، يعني انا قصدي ايه، يعني حتى ما مش هيحصل، مش هيحصل، يعني ده اثبات ان كلامه كان صح وحقيقي. حتى لو ملاك جه، ما فيش ملاك هيجي يقول كلام غير انا قلته، ازاي يجي ملاك من السماء يقول كلام بولس كان صح وقال لكم كلام غير اللي انا قلته لكم، يبقى هذا الملاك محروم. او انا لو انا جيت لكم قلت كلام غير ده يبقى انا ايه، محروم. هتقول يا ابونا طب ما هنا في يعني فكره كده جت على بالي انا دلوقتي، طب ما بولس كان متعصب قبل كده، ممكن كان متعصب في الوقت ده. اقول لك ازاي هو كان متعصب قبل كده بغلط، المسيح ما ظهرلوش، كان متعصب قبل كده بكلام هو كان بيقوله حافظه، ده بالعكس. ازاي هو كان متعصب قبل كده ويجي النهارده يغير 180 درجه رايه؟ يبقى اذا حصلت له قوه عظيمه من السماء. وبعدين لو هو بتاع مصالح، ما هو قاعد يقول لك ابونا ما هو شايف مصلحته، مصلحته ايه؟ ده اللي كان بيمشي في طريق المسيح كانوا بيضطهدوه بيضربوه بيموتوه، فهو لو هو بتاع مصالح كان هيفضل على ديانته اليهوديه عشان يشوف مصلحته ويديله فلوس اكتر ويبقى في مراكز اكتر. يبقى ده واحد ما كانش بيدور على مراكز، ما كانش بيدور عليه على مراكز، يعني ما يعني ما هو، فيبقى هو كلامه صح. فيقول لو احنا بشرناكم نحن او ملاك اخر من السماء او ملاك من السماء بغير ما بشرك فليكن ايه نسيما. ودي احنا بنقولها تمام يا جماعه، خدوا البشاره الانجيل، خدوا بشاره المسيحيه، هو ده الكلام الصح يا جماعه بتاعنا. يا جماعه ما بلاش ايمان يتزعزع. الايه دي مهمه قوي، افستعطف الان الناس ام الله؟ ام اطلب ان ارضي الناس؟ فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. يعني ايه الكلام ده؟ شوف يا جماعه احنا بنتكلم في إيمان، ها؟ بنتكلم في إيمان، مش هنفصل إنجيل ولا هنفصل عقيدة ولا هنفصل طقس عشان خاطر الناس. ثلاث حاجات ما ينفعش، العقيدة والإيمان ما تتغيرش، الطقس ممكن إيه نستثني بعض الحاجات لظروف معينة. لو عايزين أمثلة دي أمثلة، فاهمين دي؟ يعني الطقس نعديه، واحد مثلا جاي أبونا أنا تعبان قوي وفي كورس لازم باخده ادويه. طب يا ابني انت بتناول الاسبوع اللي فات؟ ليه؟ بس انا محتاجه اتناول. ومال خش اتناول، ده استثناء، ده طقس تعدي. الايمان والعقيده ما فيهاش بقى استثناء، ولا فيها ان انا ارضي الناس على حساب ربنا. ممكن نرضي الناس ايه؟ معلش اتكلم بصراحه، مثلا عم نادي بيقول لي يا ابونا او لا يعني مع اي حاجه، يعني مثلا ما كان في عندنا كهنه وربنا عوضكم، الناس تعبت معانا كتير كتر الف خيركم. فيجي واحد يقول لي يا ابونا انا مثلا في مخي، مثلا في مخي انا عايزين سمك، تيجي مدام قالت لي يا ابونا لا احنا بص اتعمل حاجه تاني. معلش دي خدمه وتعدي. طب معلش نستعطف بعض في الامور دي، لكن في الامور الايمانيه انا مش هرضي الناس على حساب ربنا. يقعد يقول لي يا ابونا معلش عديها المره دي، دي ناحيه ايمانيه ما تتعداش يا ابني، ما ينفعش. مش بتحب الناس؟ بحب الناس، بس احب ربنا اكتر واحب ايماني اكتر وبحب كنيستي اكتر. ده اللي حصل الاسبوع قبل اللي فات، وفي ناس برضه شوفوا الاسبوع قبل اللي فات لما اتكلمت على الموضوع بتاع ها بتكلم فيه كتير، انا بتكلم فيه كل فين وفين ده، ها يعني موضوع بزعل لما بتكلم فيه، لكن بحس بخطوره، او بحس بخطوره في الايمان بالذات. روح متكلم والعقيده، روح متكلم ناس تزعل. طب تزعل ليه؟ تزعل ليه؟ ده بالعكس انت تزعل وانا ما اتكلمتش، والناس تزعل من اللي جم قالوا لي. لا ما قلت قبل كده، اي خادم او اي خادمه هيتحاسب قدام الله اذا عرف اي معلومه ان في ناس بدل ما تيجي تقول لابونا كلام فاضي ده عمل ايه وده عمل ايه، انا ما احبش اسمع الكلام ده، لكن في الايمان احب اسمع. وهو تيجي تقول لي بس انا ما قلتلكش حاجه، ما تقوليش حاجه ليه؟ انت بتخاف من ايه؟ خليك قوي. شوف الايه تقول لك ايه، افستتعطف الناس
يعني انا يعني انا عشان عشان خاطر الناس هنمشي بقى حالنا في الايمان والعقيده؟ حاشا. نفس الفكره اهي، نفس ليه ليه انا ليه انا ليه انا حاسس بالاصحاح ده جه في ميعاده؟ لان حاسس بيه. بس العقيده والايمان بتاع الكنيسه بتاعتنا اقوى حاجه. هل هنتنازل عنهم عشان خاطر الناس؟ لا حاشا. لكن كمان ما ينفعش ان احنا نتخانق مع الناس عشان كده. اللي عايز يؤمن يؤمن براحته، عايز يمشي مع العقيده بتاعتنا يمشي مع براحته، ونحبهم برضه. لكن ايه؟ مش هنتخانق مع حد. لا. لكن شعبي لا، ما ينفعش. ما ينفعش يبقى عنده فكر كده ولا فكر كده واسيبه. اكلمه. طب هو مش مقتنع، هو حر. لكن كمان ما يغيرش راي الناس اللي عندي. ما ايه، ما يشككهمش في العقيده او الايمان، ما يشككهمش. يعني خلي بالك هنا، دي كانت عقيده مش ايمان. اليهود، اليهود اللي قالوا موضوع الختان ده، هم يؤمنوا بدم المسيح. اليهود اللي قالوا دم الختان ده، هم يؤمنوا بدم المسيح. طب ما تسيبهم يا بولس، هتفرق ايه يعني لما الناس لو الناس اقتنعت ما يخشوا الدنيا اليهوديه بعدين يخشوا على المسيحيه؟ لا، ده عقيده. انت فاهمني يعني ايه؟ يعني يجي واحد يقول ايه يا ابونا، ايه المشكله لما تتكلم على الشفاعه؟ اللي عايز يؤمن بالشفاعه يؤمن، مش عايز يؤمن ما يؤمنش. دي عقيده، هي تفرق ايه معاك؟ لكن هم يؤمنوا بدم المسيح. اقول لا يا حبيبي، ما عقيده، ما عقيده مهمه في كنيستنا، عقيده رسوليه. ايه المشكله؟ مش عايزين يؤمنوا بالرسل، ايه المشكله يعني؟ مش يقولوا بدم المسيح، هم حرين. لكن يجي كنيستي هنا اهو، ما ينفعش يبقى في الروح دي، او يتكلم بالطريقه دي من الناس وبعدين قاعده كده واو يعني، وايه المشكله ويعني الشفاعه، ويتكلم وياخد راحته، وابونا يعمل نفسه مش سامع، او خادم قاعد يعمل نفسه مش سامع، او خادمه قاعده تعمل نفسها مش سامعه. ما ينفعش، ما ينفعش. ده لو انا لو رحت عند حد واتكلم في هذا الكلام وانا عارف ان انا خادم او شماس او كاهن، ما ينفعش اسكت. فبالك بقى لو جه في بيتي انا هنا اهو واسكت وانا نفسي مش سامع، بقول لك معلش هقول لك انا اسف ربنا. لا، ما ينفعش اسكت برضو، انا مش هقول لك انا اسف ربنا، اخطيت ما زعلوش مني، ولو يزعل مني انا هرضي ربنا. ليه مش كنيسه ربنا؟ ليه مش كنيسه ربنا؟ احنا عندنا كنيسه رسوليه، كنيستنا كنيسه رسوليه. هم لا يؤمنوا بالرسل ولا يؤمنوا بتعليم الرسل ولا يؤمنوا بتسكليه ولا يؤمنوا باسرار، يبقى خلصنا خلاص. هتقول يا ابونا احبهم، احبهم وانا لازم احبهم، اروح لهم، روح لهم بمجامله ماشي انت حر. لكن كمان مش من درجه انك انت تقول وماله وانا مقتنع باللي بيقولوه. احنا بنحب كل الناس، هو انت عشان تحب كل الناس لازم تقتنع بكل اللي بيقولوه؟ طب انا بحب اعدائي، طب انا بحب المسلمين، ما انا بحب السلفيين عمالين يضربوا فينا، يبقى انا اقتنع باللي بيقولوه. طبعا انا مش بقارن دول بدول، لا طبعا حاشا. لكن انتوا فاهمين قصدي ايه؟ لكن المحبه حاجه والعقيده حاجه، حاجه والايمان حاجه. ما ينفعش، هو ده رايه، رايه، لكن انا ما شاركوش في رايه. ولو هو بقى بيحبني ما يزعلش مني. ليه هو تعمل يقول انت ما عندكش محبه؟ لا، ده انت لو انت عندك محبه تقبل راي الاخر وتحبه برضه، تزعل مني ليه؟ ايه لو انت بتقول بطريقه ومش عايز حد يطلعك غلطان؟ ما انت عندك كبريه، ما انت غلطان اوريدي. فاهمين انا قصدي هيقول ايه؟ فالمحبه بالعكس، انت بقى ما عندكش محبه، لكن المفروض انت تقتنع بان انا ممكن يبقى عندي راي مخالف عنك وبحبك. فهنا الايه دي عايزه محاضره. يقول لهم ايه؟ شوف لهم ايه؟ ولكن ان بشرناكم خلاص دي كما مش عارف ايه، افستعطف الان الناس ام الله؟ ام اطلب ان ارضي الناس؟ اطلب ان ارضي الناس، فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبد المسيح. لو هرضي الناس على كل حاجه هم بيقولوها وامشي حالي معاهم، يبقى انا مش عبد المسيح، يبقى انا بقى مش رسول. في الوقت ده مش عارفين، لو بولس الرسول ما كتبلهمش رساله غلاطيا دي كنت اشك في رسوليته. عارفين ابونا مخيل لو ما كانش قام قال يا جماعه انا خايف عليكم، خلي بالكم، خلي ايمانكم واحد، خلي عقيدتكم واحده، تزعل من ابونا مخيل. ده ابونا مخيل ده مش كاهن، ما هو كاهن، ده كاهن ارثوذكسي. عايز يقول ايه لما يشوف حاجه زي كده؟ يسكت يعني نفسه مش سامع؟ الا دي ممكن الناس تتخانق مع بعض، يعمل نفسي مش سامع، اتنين يختلفوا في خدمه يعمل نفسي مش سامع مش شايف، بتحصل كتير. لكن في الايمان والعقيده ما اقدرش، ما اقدرش، لان دي كنيستي، انا هتحاسب على ده. هي نفس الفكره، لم اكن كاهن للمسيح او لم اكن عبدا للمسيح او لم اكن رسولا للمسيح. واعرفكم ايها الاخوه الانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان.
الانجيل اللي انا بشرتكم بيك مش حسب الانسان. طب حسب ايه؟ حسب المسيح، لان هو اللي ظهر لي. حسب الرسل، لان هم اللي علموني. انا اتعلمت تحت ايد حنانيا، لاني لم اقبله من عند الانسان ولا علم ولا 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 علمته بل باعلان يسوع المسيح. انا ما عرفتوش الا من المسيح. زي ما انا لما حد يجي يقول لي، بديكم امثله مش اكتر، يعني يا ابونا انت، اقول له بص ما تقولش غلط اهو، انا اتعلمت في الدير 40 يوم قبلها، اخذت كليريكيه، لو كنت واخد كليريكيه انا اتعلمت من كذا من كذا، وادي مش قلت لكم انا المره فاتت هبقى اجيبها لكم في مره. الوصيه اللي اتقالت لي دي، الوصيه اللي اتقالت لي، هو انت هتنفعني لما اتحط قدام ربنا وتحاسب، انت تنفعني؟ دي الوصيه اللي انا اتعلمتها. كل كاهن بيقول وصيه مرتين، بيقولها له، مره في الرسامه ومره في عند استلام الذبيحه. تعرفين حضراتكم ابونا بيروح ال 40 يوم، كل كان بقى هو شطارته في حاجه اسمه استلام الذبيحه. استلام الذبيحه يعني اول قداس بعد الرشامه مسك الذبيحه بايده، خلاص بقى كاهن ممكن يمسك ذبيحه. القداس ده في اخر القداس بيزف ابونا ده اللي بقى مسك الذبيحه بقى النهارده، ويروح لرئيس الدير يديله الحمل، وبعد كده يمسكوه في الكنيسه اللي استلم فيها الذبيحه يقروا له الوصيه. الوصيه دي لو سمعتوها تعرفوا ليه انا تعبان وخايف، ليه؟ لان دي وصيه اتقالت لي ما اقدرش. فلما واحد يقول يا ابونا اقول له انت هتنفعني، ما دي الوصيه اللي انا اخذتها استلمتها. فانا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم هو انتوا هتنفعوني؟ دي الوصيه اللي انا اخذتها من المسيح، ومش من اي حد، انا واخدها من مين؟ من المسيح. بل باعلان يسوع المسيح، فانكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانه اليهوديه، اني كنت اطارد الكنيسه الله بافراد واتلفها. يعني ايه؟ انتوا عارفين سيرتي، انا كنت يهودي ابن يهودي. بكل مقدمه، لما قلت لكم مقدمه المره اللي فاتت كنت عايز اديكم مقدمه عشان تفهموا مفتاح الرساله. يعني مفتاح الرساله ان هو كان يهودي، وابوه نزله اورشليم مخصوص عشان كان غني، وابوه كان تاجر، وعلمه على يد غملائيل. وغملائيل ده كان من اكبر الكتبه في الفتره دي، وكانوا معتمدين على بولس الرسول ان اول ما يكبر شويه يبقى شاب كده يافع كده، يخلوه هو المسؤول عن الديانه اليهوديه، هو اللي يعلم الناس. لو انتوا عارفين قد ايه انا كنت مستوى في اليهوديه، لكن مش عشان كده انا هقول لكم ان كلامكم صح. نفس الفكره، مش علشان واحد انا بحبه ودخل غلط في الكنيسه هقول انت كلامك صح. يمكن ان الفلان ده ما اقدرش ازعله، لكن ما اقدرش، انتوا عارفين اني يهودي. بالعكس، ولو الايمان ده ما مدهونيش الرسل على اساس المسيح انا كنت ايه؟ احتمال اكون هوافقكم. ليه؟ لان الكلام يجي على بالي، لان انا يهودي ابن يهودي واحب الختان والمختتنين. فده يثبت اللي هو يهودي ابن يهودي ما حبهاش. اني كنت ضد كنيسه الله بافراد واتلفها، وكنت اتقدم في الديانه اليهوديه على كثير من اتربابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. يعني أنا كنت ده بالعكس، أنا كنت البريم على أقربائي واللي في سني، وكنت هبقى حاجة كبيرة قوي. لكن مش معنى كده أقول غلط غلط، مش معنى أقول غلط صح، مش معنى كده أن أنا أقول غلط صح ولا أقول الصح غلط. ما ينفعش. ليه؟ لأني إيه؟ لأني أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لما أكون عبد المسيح. ليه يا بولس؟ ما تقول غلط غلط صح صح، ومشي حالك يا اخي، ودخل ناس الكنيسه ويلا مشي حالك، كل يهود ينبسطوا منك. لا يا ابني، ما ينفعش ارتقى دي، ارتقى. اذ كنت اوفر غيره في تقليدات ابائي، ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته. يعني ايه؟ يعني من بولس وهو في بطن امه كان مدعو ان يكون يهودي قوي، وكان مدعو ان يكون مسيحي قوي، أن يعلن ابنه فيا، ابنه المسيح يعلن. كل آية كده، كل كم آية يفهمهم مرة ومرتين وثلاثة إن أنا بولس الرسول، مش أنا اللي جبت لنفسي، أو أنا حبيت المسيح عشان كده أنا عايز أعمل كده، أو حد، لا، ده المسيح نفسه اللي دعاني. في الموضوع ياخد إيه؟ قوة، فالناس تفهم وتستعظ. أن يعلن ابنه فيا لو بشر به بين الأمم وقت ما استشهر لحم ودم. ولا صعدت لرشيم الرسل الذين قبلي، بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت. انا مش ده اللي قلنا المره اللي فاتت، انا عايز امشي بسرعه عشان وقتكم. ده المره اللي فاتت ان بولس الرسول بعد البشاره بالمسيح قعد 3 سنين في 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 الصحراء العربيه،
وبعد كده قعد في دمشق على وتعلم على ايد حنانيا. بعد كده بدأ ايه بعد كده بقى ايه بدأ يبشر. ثم بعد 3 سنين صعدته الى اورشليم. شفته بعد كده راح اورشليم لأتعرف ببطرس. فمكست عنده 15 يوم، قعد عند بطرس 15 يوم، ولكنني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب. يعني حتى الرسل انا ما شفتهمش، حتى الرسل ما علمنيش. يعني اتعلم على ايد حنانيا، طبعا المسيح هو العلم رقم واحد، حنانيا، بطرس 15 يوم، ويعقوب اخ الرب. هنا برضو اخ الرب مش معنى اخ، خلي بالكم، يعقوب ده ابن خالة مين؟ المسيح. عشان واحد يلاقي اخو الرب اهو، شفت تاني مره، هو لتلات مره تيجي في الانجيل في الكتاب المقدس ان ده اخو الرب، ربنا يسوع المسيح كان له اخوات. اقول لك غلط، ده ابن خالته، يعقوب ابن خالته. كانوا زمان يقول على اولاد الخاله اخوات في المنطقه دي، كانوا يقولوا كده. زي قلت لكم مره في عظه، زي العمام في بعض قرى الصعيد لحد النهارده. انا من الناس اللي كنت اقول، يمكن مرجان تعرف الكلام ده، في الصعيد يقولوا على العم بابا. يعني انا عمامي لحد النهارده الله يرحمهم اللي مات منهم، مات نقول بابا فلان لحد النهارده. اقول قضيه، اسالهم في التليفون اكون فاصل، اقول لهم هو بابا حبيب، بابا حبيب، ذكرى امتى بابا؟ لو واحد بيقول ايه ده، انت اسمه بابا اسمه ابراهيم ولا اسمه حبيب؟ لا، اللي يفهم صعيدي يفهم زي كده، زي حالاتي، يفهم ان بابا دي يعني عمي، هو واحد له اب واحد. انا كان ليه كذا عم بقولهم بابا، هي نفس الفكره. الاخ كان يقول هي نفس الفكره. أو هيجي لي يعقوب أخو المسيح، يا عم ما كانش أخوي، يا عم أخو منين بس؟ أخو منين تتألف؟ ومعروف في الكتاب إن يعقوب ده كانت أمه اللي هي أخت العذراء، ومعروف أمه مين وأبوه مين. هتيجي أنت بقى تفتي تقول لي أخوه بالعافية، هي أخوه بالعافية، كل ده ليه؟ عشان يطلع عن العذراء. أنا بقول لكم الحديث عشان هتغلب في شهر كياك، يطلع عن العذراء كانت إنسانة عادية زي أي واحدة من حقها تتجوز. ما يقول لك إيه يا بنا، هي خطيئة إنها تتجوز، ما الناس كلها بتتجوز. يا عم العذراء زي أي حد، إذا كانت العذراء أصلا من أول كانت مقرصة نفسها المسيح، فبعد ما تجيب المسيح تتجوز، إيه يعني الكلام ده؟ ما هيجيش متجوزة، تجوزوها بالعافية، تجيبونا عيال بالعافية، بالعافية يعني هي مش عافية بالمنطق يعني. والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله إني لست أكذب فيه، بيأكد لهم من كلامي. وبعد ذلك يدعو إلى أقاليم سوريا وكليكية، هنا بيقول لهم طريقة خدمته كانت فين، ده بسبب المسيح، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنيسة اليهودية التي في المسيح. يعني أنا ما كنتش معروف بالوجه، كانوا يسمعوا عني بس، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. يعني حتى أنا خليت الناس تمجد الله فيه، ليه؟ لأني أنا كنت إنسان يهودي، وعزيزي محمد يا ابونا فلان ده صار تنصر، يا ابونا ده معقولة؟ يا سلام عليك يا رب، نعمتك يا رب كبيرة قوي، لأن إنسان كان مضطهد الكنيسة. خليته من الناس اللي سمعنا دلوقتي عمالين يشتموا، نسمع عنهم مثلا تنصر، يا ريت يا رب، يا رب ربنا يلمس قلوبهم. فنستعجب يقول ازاي يعني نعمتك يا رب، بركه كبير. فنفس الفكره، فانتوا بقى بعد كده بقى بعد كل ده وانتوا بقى تبتدوا بقى ايه تتشككوا في رسوليتي، يبقى ده كلام ايه؟ كلام ما ينفعش حد، وكلام صعب. ربنا كده يدينا بركه ونعمل كل ما قدامنا. اي اسئله؟